كمان ماريا معانا. أهلا وسهلا أخت ماريا. أهلا وسهلا بك أخي نزار. أنا كنت بتكلم عنك أخت ماريا، الأخت ماريا من المغرب. أنت كنت مدرسة أستاذة في الشريعة الإسلامية. ربنا يباركك. تفضلي أخت ماريا، شاركينا. قال كذا سلامي دول كذا إشي. ربنا يباركك. نشكر ربنا على النعمة اللي اداها لي ربي، وعلى لأنني كنت بدرس ولما بسأل عن حاجة ما بعرفهاش، ولما بسأل بيقول لك لا ما تسأليش، ممنوع تدخلي في أي حاجة. أنت لا يعني تسألوا عن أمور تبدأ لكم فتسوءكم. تدرسي اللي بدك، اللي احنا بنطلبه منك وبس. وفي الآخر أنا بقيت ببحث وبقي هنا على كندا، وفي الآخر التقيت مع الأخ يعقوب، هو اللي رشدني على الطريق. نشكره كثير وبشكر كل إنسان، وصرنا أنا وهو زي ابني وجالسة معاه، وحتى أولادي. أنا سبت العالم من أجل المسيحية ومن أجل ربنا يسوع ومن أجل كل شيء، وعاوز أفضل في الفرح وعاوز أعيش مع المسيح إلى آخر أيام حياتي، وما فيش رجعة أبدا. وببشر كل الناس اللي عاوزة إن شاء الله تستسند قوتها تستلمها من ربنا يسوع المسيح، وما فيش غيره وما فيش قوة أحسن من هيك. آمين أختي ماريا. آمين آمين. هو بس إحنا وصلنا في نهاية الحلقة، إن شاء الله بكون إلنا فرص، لأنه عندي أسئلة كثيرة رح أسألك عنها بالمستقبل القريب. ربنا يباركك أخت ماريا ويبارك اجتماعكم، وفعلا الله يعني سدد كل احتياج. إخوتي وأخواتي العابرين، أنتم مش لوحدكم، في جمهور كبير معاكم، بحبوكم، بصلوا من أجلكم. وإذا أنت في بلد فعلا عم تشعر بوحدة، فوت على السايت وتواصل معنا، منحطك بتواصل مع إخوتك وأخواتك اللي هن في منطقتك أو في بلدك. عاوز أقول إنه هاي هي إرسالية المسيح، إنه نذهب إلى كل العالم، نكرز بالإنجيل لكل الخليقة، ونتلمذ جميع الأمم، وحتى يسوع يكون الكل في الكل. ما بتفرق إذا أنت من خلفية يزيدية سابقة، إسلامية، مسيحية، كلنا نحتاج إلى خلاص يسوع المسيح. وإنت اللي سمعت اليوم هذه الحلقة يمكن عم تتساءل، شو رأيك تقول له يا رب افتح عيني، عاوز أعرف الحق. بصلي في اسم الرب يسوع، آمين.